مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. عدن الغد يتساءل، الفوضى الأمنية في عدن، ما السبب ومن المتسبب؟ وفي البي بي سي، بعد 4 سنوات هولندا تعترف، قتلنا 70 عراقيا في غارة واحدة. وفي الأخبار المنوعة، برلين تحتفل بذكرى مرور 30 عاما على سقوط الجدار. لا يمكننا توصيف ما حدث للوضع الأمني في عدن ومحافظة جنوب اليمن بعيد حرب 2015 بأنه انفلات أمني، فذلك يعد تجميلا للتردي الحاصل في هذا القطاع الحيوي. هذا ما يقوله تقرير نشره موقع عدن الغد تحت عنوان الفوضى الأمنية في عدن، ما السبب ومن المتسبب؟ وقال الموقع إن الانفلات الأمنية يمكن تداركه من خلال مزيد من الانضباط والبحث والتحري وتغيير المسؤولين والقيادات المعينة على هرم سلطات الأمن، ولكن أقل ما يوصف به الوضع الأمني في عدن والمحافظات الجنوبية حاليا هو فوضى أمنية يصعب تداركها لأسباب عديدة وعوامل كثيرة، منها ما يريده المخرجون إنجاز القول الذين يهدفون من وراء هذه الفوضى الأمنية إلى الإيحاء بأن الأوضاع غير مستقرة ولن تستقر إلا إذا حصلوا على مصالحهم، كما أن رحيل القيادات الأمنية التي كانت محسوبة على النظام السابق ما قبل 2011 كانت ممسكة بزمام الأمور بطريقة تسلطية أقرب ما للديكتاتورية الأمنية، وحين جاءت ساعة فرارهم تركوا الأوضاع خلفهم خاوية على عروشها بعد خلو الساحة من القيادات الكفؤة، مما زاد من اضطراب الفوضى الأمنية تصدر أشخاص لا علاقة لهم بالعمل الشرطوي والأمني في معظم المحافظات المحررة، وحتى تلك المراكز والأقسام التي حظيت بعدد قليل من القدرات الأمنية المؤهلة. لم تسنح الفرصة في فرض ذاتها وسلطتها بسبب انتشار البلاطجة من جهة وتفشي ظاهرة حمل السلاح من جهة أخرى. ووفقا للموقع، فإن أبرز ما ساهم في مضاعفة الفوضى هو تأسيس ميليشيات وتشكيلات أمنية بعيدة عن مؤسسات الدولة والحكومة وتدين بولائها لأشخاص، حتى أنها باتت خارج نطاق ومسؤولية وسلطة مؤسسيها ممن يدفعون لها ويمولونها برواتب شهرية بعمولات غير محلية، وتمسكت بالانصياع لرغبات الشيوخ وأمراء الحرب ممن أفرزتهم فترة ما بعد تحرير عدن والمحافظات الجنوبية. تجريف حوثي للهوية اليمنية، تحت هذا العنوان كتب عادل الأحمدي مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفا في أجزاء منه. وأخيرا وبعد طول التأجيل، ستوقع الحكومة اليمنية كما هو مقرر اتفاقا مع المجلس الانتقالي الجنوبي، بات يعرف باتفاق الرياض، بعدما يقرب الشهرين على انطلاق المفاوضات غير المباشرة بينهما لإنهاء الأزمة المشتعلة جنوبا، فيما يقطع الحوثيون المسافات بسرعة كبيرة لإعادة تنميط الحياة السياسية والاجتماعية والدينية في المناطق التي يسيطرون عليها بأجندة طائفية لا تتوافق مع أغلب اليمنيين. الشاهد في الأمر أن وقتاً طويلاً صارت تقضيه الحكومة الشرعية والتحالف الداعم لها لحلحلة مشكلات ليس للحوثيين دور مباشر فيها، فيما يتشكل واقع جديد بمنأى عنها في مناطق سيطرة الحوثي ذات الكثافة السكانية الأعلى في البلاد. تجيش للمدارس وتغيير للمناهج وتطييف للخطاب الديني ومسارات حوثية أخرى تمشي على قدم وساق. في هذه الأيام تصطبغ العاصمة صنعاء وأغلب المدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين باللون الأخضر كعلامة احتفاء بذكرى المولد النبوي. هذه المناسبة التي تحولت إلى موسم للتحشيد والتعبئة مصحوبة بفرض الإيتاوات والتبرعات، يبدو أن الحوثي لديه إحساس سليم بقيمة الوقت قياساً بما هو عليه الحال لدى الحكومة اليمنية والتحالف. هذا الإحساس لا يصب مع الأسف إلا في ميدان الموت، لا في سبيل السلام أو العمل على الحد من سيل الإجراءات التعسفية في مناطق سيطرته التي تبدأ برواتب الموظفين ولا تنتهي بأخذ المساعدات المخصصة للمحتاجين. وأخيراً باتت الأصوات المحذرة من هذا التنميط الحوثي تتعالى يومياً، وصارت المشكلة الأخطر في نظرها ليس انقلاب الحوثي واستيلاءه على السلطة بقوة السلاح منذ 5 سنوات، بل هذا التجريف المتنامي لهوية المجتمع اليمني والقضاء على قيم التسامح والتعايش الذي ظل يتميز بها اليمن على الرغم من التنوع الكبير بين مكوناته كافة.
آخر النزلاء الذين وصلوا إلى معتقلات الحوثيين أمس كانوا من الصيادلة، حيث سجنت الميليشيا عددا منهم، ويعنون موقع المشاهد نت. جماعة الحوثي تغلق أكثر من 400 صيدلية في صنعاء. وأكد رئيس نقابة الصيادلة اليمنيين الدكتور فضل حراب أن وزارة الصحة أغلقت أكثر من 432 صيدلية في إطار حملة قامت بها في مختلف مناطق صنعاء. وأضاف حراب للمشاهد نت أن الحملة قامت بسجن أصحاب هذه الصيدليات وحولت قضاياهم إلى مباحث الأموال العامة. وتساءل حراب إذا كانت الحملة تتهم أصحاب هذه الصيدليات بمخالفات مثل عدم تجديد التراخيص، فلماذا تغافلت عن عشرات الصيدليات الأخرى التي تبيع أدوية مهربة ومنتهية الصلاحية؟ محملا وزير الصحة بصنعاء ومدير مكتب الصحة بأمانة العاصمة، ما سيحدث نتيجة تلك الحملات من ارتفاع في أسعار الدواء؟ هدد قيادي حوثي عددا من المعلمين ومدراء المدارس بالاستغناء عنهم واستبدالهم بآخرين بعد رفضهم التحشيد من طلاب المدارس لحضور فعاليات وأنشطة حوثية. ووفقا لموقع الصحوة نت، قيادي حوثي بإب يهدد بالاستغناء عن معلمين رفضوا تحشيد الطلاب لفعاليات حوثية. وقالت مصادر تربوية إن القيادي الحوثي عبد الملك لطف المتوكل والمعين من قبل الميليشيا مديرا للمركز التعليمي لمديرية جبلة، هدد المعلمين ومدراء مدارس بالمديرية بالاستغناء عنهم وإعادة توزيعهم لعدم حضورهم لقاء دعا له المتوكل بهدف التحشيد لفعاليات حوثية بذكرى المولد النبوي. وبحسب المصادر، فقد ألزم القيادي المتوكل مدراء مدارس ومعلمين بمديرية جبلة بضرورة التنسيق وتحشيد جميع طلاب مدارس المديرية لفعاليات حوثية بذكرى المولد النبوي، وإلزام المدارس بتوفير سيارات ومواصلات تقوم بنقل الطلاب إلى مكان الفعالية الكبرى المزمع تنفيذها بمدينة إب. وهدد المتوكل من يرفض من المدراء بتمويل وسائل النقل بمحاسبتهم وتغييرهم من مناصبهم، مؤكدا أن حافظة الدوام سيتم توقيعها في مكان الفعالية. الثورات العربية وخرافة المثقفين، تحت هذا العنوان كتب خليل النعيمي مقاله المنشور في القدس العربية. الثورة العربية المعممة ذات الإيقاع المستمر والمتصاعد منذ 10 أعوام تقريباً، وأحدث أشكالها الثورة اللبنانية المبدعة، كشفت كثيراً من الأمور، فضحت الفساد العربي الكاسح الذي لم يكن مستوراً، لكنه مع ذلك كان بحاجة إلى فضح جهوري. ومن بين أهم ما كشفت عنه من مثالب في الحياة العربية الحديثة هو ما أسميه خرافة المثقفين، ولا أستثني أحدا. أكلتنا الكلمات، نحن مثقفي العالم العربي المعاصرين لهذه الثورات التي أطاحت بكل أوهامنا القديمة، كنا ملوكاً على عروش من ورق في حقبة ما قبل الثورة. بفعل هذه الثورات اللامتوقعة وتحت تأثير زخمها الذي لا يقاوم، تغير كل شيء، تغير بشكل مفاجئ وجوهري كل ما لم نكن نتوقع تغيره، وبقينا نحن المثقفين مذهولين، عاطلين عن المبادرة التاريخية، واقفين بلا حول في فضاء هذه الثورات الملهمة التي خرجت علينا ولم نكن ننتظرها. والثورات تعرف أننا بلا ثقل حقيقي، ولم يظهر بيننا منظر معزول يرى ما لا يراه الآخرون ليساهم ولو نظرياً في الأفق الثوري الذي انبثق أمامنا للتو، وهو ما جعلنا اليوم نبدو عراة في خضم الثورات العربية الهادرة التي صممت على أن تبدع تاريخها، لا أن تبقى حائرة مثلنا خارج سياق التاريخ بشكل مؤسف لا عزاء له. كنا نحلم بمقاومة كلاسيكية للطغيان، ونرتب أمورنا الشخصية على قدر السلطات الغبية التي اضطهدتنا. كنا كائنات مبدئية، والمبادئ خداعة، ولم نحدث في تاريخنا الحديث قطيعة فعلية مع التاريخ. كنا نحسب أن الثورة هي فقط الثورة على السلطة الحاكمة، وبفعل الثورات العربية المتماسكة تاريخياً اكتشفنا أو أجبرنا على الاكتشاف أنها شيء آخر مختلف تماماً. إنها ثورة على الذات قبل أن تكون على الآخر، وهي ثورة على الأصدقاء قبل أن تكون على الأعداء. منذ بداية الحرب في اليمن منذ أكثر من 4 أعوام، تقول صحيفة العربي الجديد، تتجدد عند انطلاق كل عام دراسي جديد أزمة الكتاب المدرسي، وتتفاقم مع تدهور الأوضاع في البلاد أكثر فأكثر.
بعد أسابيع على انطلاق العام الدراسي الجديد في اليمن، لم يحصل سامي العريقي وهو تلميذ في الصف الثاني الإعدادي على كتبه المدرسية حتى اليوم. ويخبر سامي العربي الجديد: أحاول كتابة ما أستطيع من دروس في الفصل فيما أستعير من وقت إلى آخر كتبا من زملاء الذين اشتروا الكتب أو حصلوا عليها من إخوتهم الذين تجاوزوا المستوى ذاته في العام الماضي. ويضيف سامي: ثمة مدرسون يتفهمون وضع التلاميذ الذين لا يملكون كتبا مدرسية، لكنني كثيرا ما أنسى ما تعلمته في المدرسة. فيما قام بعض أولياء الأمور بشراء الكتب من السوق السوداء بأسعار باهظة. أم سناء العديني من بين هؤلاء تقول للعربي الجديد: أبنائي في مدرسة حكومية بصنعاء، وقد وزعت لهم المدرسة جزءا من الكتب فقط، وهذا ما جعلني أشتري بقية الكتب من السوق، لكن المدرسة لا تعلم أبنائي كما يجب، لذا أضطر إلى متابعة مذاكرتهم في المنزل باستمرار. فيما تحاول مدارس كثيرة إيجاد حلول للمشكلة من خلال توزيع كتب مدرسية مستخدمة في الأعوام الدراسية الماضية، لكن أعداد تلك الكتب قليلة ولا تلبي الحاجة. كيف أصبحت أصابع العالم كله مخضبة بالدماء أو بدماء العرب؟ فجميع الدول تقريبا شاركت في معارك ضحاياها عرب. آخر هذه الدول دولة يرد اسمها حين تذكر حقوق الإنسان. ووفقا لموقع البي بي سي، فإن هولندا تعتبر أنه تعترف أنها قتلت 70 عراقيا قبل 4 أعوام. وعنوان الموقع: غارة جوية هولندية قتلت 70 شخصا في العراق في 2015. ووفقا لما أعلنته وزارة الدفاع الهولندية، فقد قتلت طائرة حربية هولندية تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة، قتلت 70 شخصا في 2015. وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الحكومة الهولندية عن تفاصيل عن هذه الغارة الجوية. وقال بيان لوزارة الدفاع الهولندية في هذا الشأن: إن وقوع انفجارات ثانوية غير متوقعة يعني احتمال ارتفاع عدد القتلى إلى مستوى يفوق التوقعات، ما أدى إلى سقوط مدنيين علاوة على مقاتلين. ورغم مرور سنوات، إلا أن الدولة التي تعد نفسها حامية للكثير من الحقوق كتمت الخبر وتسترت عليه طيلة هذه المدة. وليس من الواضح حتى الآن كم قتل الهولنديون من الآمنين في منازلهم. وفقا لوزيرة الدفاع، فإنه لا معلومات حول عدد المدنيين ومقاتلي التنظيم من إجمالي القتلى. حكاية الكتابة. تحت هذا العنوان كتب خالد الشنقيطي مقاله المنشور، أو القشطيني مقاله المنشور، في صحيفة الشرق الأوسط. موضوع القراءة والكتابة من المواضيع الأساسية في تاريخ الإنسان، ولهذا أجمع المؤرخون على أن التاريخ يبدأ بتعلم الكتابة واستعمالها، كل ما قبل ذلك جهالة غير موثق بنص. وقد بدأ الإنسان بتعلم واستعمال الكتابة أولاً بأول في مصر بالكتابة الهيروغليفية بالصور نقشاً على الحجر، وفي سومر جنوب العراق بالحروف المسمارية الرمزية تمغاً على ألواح طينية. وبالنظر إلى دقة ذلك، فقد شاعت الكتابة السومرية في عموم الشرق الأوسط، حيث أصبحت لغة الوثائق والمراسلات الدبلوماسية بين الدول. ولكن كل هذه الكتابات سرعان ما انقرضت وحلت محلها الحروف العربية في المشرق والحروف اللاتينية في الغرب. والمعتقد أن الحروف العربية ظهرت أولا في العراق، ومنه انتقلت إلى اليمن، ومن اليمن إلى الحجاز وبقية البلدان العربية الأخرى. فالكتابة كانت مرتبطة بالتجارة، وكان الخط التجاري يبدأ في اليمن ويمر بالحجاز وينتهي في بلاد الشام. ويروي ابن هشام أن حرب بن أمية بن عبد شمس كان أول من كتب العربية في قريش بعد أن تعلمها في اليمن ونقلها إلى قريش فشاعت بينهم. والمعروف أن الإسلام قد دخل وفي قريش 17 رجلاً كلهم يكتبون، كان منهم كل الخلفاء الراشدين ويحسنون القراءة والكتابة. وكذا كان الأمر مع كثير من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين أن الكتابة العربية كانت تعتمد على تنقيط، مما تسبب في كثير من المشاكل، لا سيما بارتباط ذلك بمصاعب النحو وقواعد اللغة، بيد أن أبا الأسود الدؤلي وضع شيئاً من قواعد النحو العربي وضبطها، وتوسع سيبويه وآخرون في عهد الدولة العباسية بما فعله أبو الأسود الدؤلي، حتى أصبح النحو العربي فناً من الفنون المعقدة وميداناً لفكاهات الطرفاء ونكاتهم.
لم يمر وقت طويل منذ وفاة العشرات ممن يحاولون الوصول إلى بريطانيا، حيث حتى عثرت الشرطة اليونانية على شاحنة أخرى، لكن من كانوا على متنها ما زالوا أحياء. ووفقا لصحيفة الشرق الأوسط، العثور على 41 مهاجرا في شاحنة باليونان. وقالت الصحيفة إن الشرطة اليونانية عثرت على 41 مهاجرا معظمهم من أفغانستان، مختبئين في شاحنة تبريد على طريق سريع بشمال البلاد. وقال مسؤول في الشرطة إن المهاجرين لم يلحق بهم أذى وأن نظام التبريد لم يكن مفتوحا. وأوقفت الشرطة الشاحنة على الطريق بالقرب من مدينة كسانتي لإجراء تفتيش اعتيادي، ثم ألقت القبض على السائق واقتادته وكذلك المهاجرين إلى مركز شرطة بالمنطقة لتحديد هوياتهم. وتواجه اليونان أحاليا أكبر تدفق للمهاجرين منذ عام 2015، عندما وصل إلى أوروبا أكثر من 1 مليون شخص من تركيا عبر يونان. وتحتجز 34,000 مهاجر ولاجئ في مخيمات في جزر بحر إيجا القريبة من تركيا. على مدار 7 أيام وفي 7 مواقع بالمدينة، تحتفل برلين بالذكرى 30 لسقوط الجدار الذي قسمها إلى شرقية وغربية، وكان رمزا على انقسام ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. وسيجري التذكير بالثورة السلمية التي أسقطت الجدار. ووفقا لموقع دي دبليو، برلين تبدأ أسبوع الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على سقوط الجدار. تبدأ العاصمة الألمانية برلين أسبوع الاحتفال بذكرى مرور 30 عاما على سقوط جدارها، ويستهل عمدة برلين ميشائيل مولر الفعالية الاحتفالية التي يزيد عددها عن 200 فعالية في ميدان ألكسندر بلاتس، حيث تظاهر هناك قبل 30 عاما في 4 نوفمبر تشرين الثاني 1989 مئات الآلاف من سكان شرق ألمانيا للمطالبة بحرية الرأي والديمقراطية. ومن المقرر إحياء ذكرى هذا اليوم التاريخي بعرض فني في نفس مكان الحدث، ويعتزم البرلمان المحلي لولاية برلين إجراء نقاش حول تداعيات الثورة السلمية. وأمام بوابة براندنبورغ التاريخية سترفرف نحو 30,000 ورقة تحوي أمانية ورسائل من أشخاص على هيئة سحابة ترمز إلى الحرية. هل ينتصرون على الطائفية؟ تحت هذا العنوان كتب محمد حسين المومني مقاله المنشور في صحيفة الغد. رغم صمود المظاهرات وتألقها، ما يزال الانتصار على الطائفية في العراق ولبنان هدفاً بعيد المنال، فهي متجذرة بين أوساط النخبة المتحكمة ورائجة بين قطاعات واسعة من الشعب وجزء أساسي من المعادلات السياسية الناظمة. ملفت جداً هذا الاستمرار والإصرار والحزم الغاضب السلمي الذي مارسه المحتجون الرافضون لسياسات الحكم الطائفية ورغبتهم الوطنية الصادقة بالانقلاب عليها. لقد أعادوا لنا الثقة بأن هذا الوطن العربي الضارب بالتاريخ فيه مخزون حضاري وقيم إنسانية تقدمية تؤهله ليكون في مصاف الدول والأقاليم الرائدة في العالم. تجتاح تضاريس الوطن العربي العتيد الكثير من أشكال القبح والتأخر السياسي، يأخذ أشكالاً تسلطية متباينة ليست الطائفية أقبحها. النتيجة كانت اضمحلال السياسة وابتعادها عن النقاشات الموضوعية لإصلاح الشأن العام، فحلت مكانها الشخصانية وسواد السلبية التي تشكك بكل شيء. وطننا العربي عصي على الفهم والتحليل، فهو من آخر ما تبقى من معاقل الدكتاتورية والشمولية والطائفية والتعصب والغلو، يدور مكانه في حلقة مفرغة في محاولات البحث عن الشفافية والحاكمية الرشيدة والسياسات المنتجة. امتلأ فضاؤه العام بالضباب والخوف، تجتاحه المؤامراتية والتنابز والتخوين، أصبح أضحوكة العالم الذي يبني ويتقدم ويزدهر، فيما الوطن العربي غارق منذ قرون في سياسات المحاصصة الطائفية البائسة ولعبة الأصول والأعراق الجينية التي غدرها العالم المتحضر ويشفق على من يزال حبيسها. صورة عربية قاتمة يعترف بها قليلون ويرفضها المسيطرون، بالرغم من قتامتها أضاء اللبنانيون والعراقيون ضوءا جميلا ساحرا في آخر نفق القهر والتأخر في وطننا العربي، ضوء يعد بالخير مليء بالسلمية والحضارية والمحبة. يقول لحكام تلك البلدان
بئس أنتم وبائست طائفيتكم وعرقيتكم ومحاصصتكم. نحن نستحق أفضل منكم، نستحق التقدم والازدهار والعدالة والمساواة ومكافأة المجتهد منا والرائد بصرف النظر عن عرقه وطائفته وأصله وفصله. نستحق أن نكون بمكاننا اللائق بمصاف الدول الديمقراطية الحضارية الناجزة، فنحن أمة ساهمت بتقدم الإنسانية وبنائها المعاصر الحديث. صور منوعة التقطتها عدسات محترفي صحيفة الديلي تيليغراف نشاهدها في جولتنا المصورة لهذه الحلقة. بضع رسومات تجمل ما يقال في صفحات، رسوم الكاريكاتير فن احترفه القليل ليوصل لنا الكثير. نتابع. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من كشك الصحافة، نشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، إلى اللقاء.